ما زال فيروس كورونا يخيم بظلاله على العالم، علما أن كثيرا من الدول بدأت في حملات التلقيح مع ترخيص عدد من اللقاحات. وتيرة المخاوف تصاعدت مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن سلالة جديدة ظهرت بشكل فعلي في عدد من الدول، وسط حديث أن هذه السلالة ستكون أشد فتكا من النسخة الأصلية للمرض كونها تنتشر بسهولة أكبر. بحسب تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فإن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70%، ويقول كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريسويتي إن هناك 23 تغيرا مختلفا مع هذه السلالة الجديدة. بحسب الخبراء، فلا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تتسبب في ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات.